منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تركز الاهتمام على إيجاد طرق جديدة لإنعاش الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق في 2013، وتشكل المبادرة منصة متعددة الأطراف لدعم التعاون الدولي. مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى التواصل وتعميق التعاون والجهود المشتركة من أجل التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه البشرية وتحقيق المنفعة للجميع. بفضل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف اتضحت معالم تواصل 6 ممرات و6 طرق والعديد من الموانئ في العديد من الدول، وتم تدشين عدد كبير من مشروعات التعاون، وتمت مواءمة بين مبادرة الحزام والطريق وخطط التنمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول أسيان والاتحاد الأفريقي والأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي وغيرها من المنظمات الأخرى، وكذلك الاستراتيجيات التنموية لدول العالم. كما تم العمل على صنع مرحلة جديدة من التعاون مع مختلف دول مبادرة الحزام والطريق، ونجحت المبادرة في إفساح مبادرات جديدة لنمو الاقتصاد العالمي. المبادرة الجديدة تختلف عن طريق الحرير القديم، حيث تطرح طريقا بحريا يربط جنوب الصين بشرق إفريقيا مرورا بدول منتصف آسيا متجها إلى البحر الأحمر ووصولا لجنوب أوروبا. لذلك تشكل منطقة قناة السويس مركزا مهما في هذه المبادرة. أهداف المبادرة تتسق مع جهودنا لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية وللدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم. وبحلول مارس 2019 وقعت 125 دولة و29 منظمة على اتفاقات لدعم المبادرة التي تتماشى مع خطط المؤسسات العالمية للتنمية مثل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.